معسكر يوم السبت ان شاء الله، وهنلعب فيه ماتشين مع النصر والاسماعيلي، وهنرجع معسكر يكون فاضل حوالي 3-4 ايام باذن الله على ماتش الحرس ان شاء الله، يبقى كده استعدينا بشكل كويس ان شاء الله. ماتش الحرس شايف ماتش الحرس ازاي؟ وكنت مع الكابتن طارق العشري وماشيين وهم احنا عارفين الماتش مهم طبعا بالنسبه لينا، لان احنا الماتش ده لو خدناه ان شاء الله وخدنا ال3 بونت نبقى في المربع الذهبي، وده طموح طبعا فرقه المقاصه. فرقه المقاصه فرقه كبيره طبعا ولها هدف، احنا طبعا بنلعب على المربع ونلعب بطوله السنه الجايه ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان فتره التوقف دي نكون استفدنا منها بشكل كبير، واتمنى ان شاء الله باذن الله الماتشات اللي جايه باذن الله كلها تبقى ماتشات بطوله بالنسبه لنا.